يعاني تلاميذ المستوى الثانوي ببلدية مجاز عمار ولاية جلما من مشقة التنقل إلى بلديات مجاورة من أجل الدراسة، والسبب عدم توفر بلديتهم على مؤسسة ثانوية، وهو ما يثقل كاهلهم إضافة إلى النفقات اليومية التي يتطلبها تنقلهم اليومي. طالب بتوفير ثانوية على مستوى البلدية نظراً لكثرة التلاميذ في هذه المنطقة وصعوبة التنقل كل يوم ينوض صباح بكري. رانا من ترونسبور اخوتي نسحقوا ثانوية في بلدية مجاز عمار. رانا كل يوم نوضوا على 6 الصباح نروحوا ترونسبور حمام دباغ عين حسينية كاين اللي يقرا في قالما. بلدية مجاز عمار راهي بلدية تاريخية وفيها أكثر من 10,000 نسمة وأكثر من 300 تلميذ في الطور الثانوي. إذا نرجو منكم ترفعون الانشغال هذا ورانا بأمس الحاجة إلى ثانوية. إنجاز ثانوية على تراب بلدية مجاز عمار بات أمراً ملحاً وضرورياً حسب السلطات المحلية للبلدية في ظل تزايد عدد التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط من سنة لأخرى. رغم من توفر النقل المدرسي إلا أن العدد الهائل للتلاميذ المتمدرسين بثانوية هواري بومدين دفعنا للمطالبة بإنجاز مشروع ثانوية. اقترحنا على سيدة والي ولاية قلمة أرضيتين من أجل إنجاز مشروع ثانوية ببلدية مجاز عمار، الأول بمركز بلدية مجاز عمار حي صالح لطرش والثانية بحي صالح صالح صالح. في انتظار التفاتة السلطات المحلية بولاية قلمة يبقى التلاميذ وأولياؤهم ببلدية مجاز عمار يتطلعون لتجسيد مشروع الثانوية على تراب بلديتهم أملاً في أن يخفف ذلك عنهم الكثير من الأعباء التي يتكلفونها كل موسم دراسي.